في ذكرى المولد أقول: من أحب رسول الله اقتدى به. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحيماً بالمؤمنين، كان يحب المساكين ويدنيهم منه، وقد أوصى بذلك صاحبه أبا ذر، حيث قال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي بخصال من الخير، أوصاني بحب المساكين والدنو منهم، أي الاقتراب منهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة شفقته ورحمته للمؤمنين أنه إذا لم ير بعض أصحابه برهة من الزمن يتفقده، حتى إنه قيل له مرة عن رجل غريب مؤمن فقير، حين سأل عنه قيل له إنه توفي، فذهب إلى قبره وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. سأل عن قبره أين دفن، فدل عليه فصلى عليه. إلى هذا الحد كان نبينا يحب المساكين ويعتني بهم، وهذا ما كان إلا رجلا مؤمنا مسكينا فقيرا غريبا. ثم قال أبو ذر: وأوصاني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، أي في أمور الدنيا لا تنظر إلى أمور الأغنياء، بل انظر إلى الفقراء. فإذا نظر الشخص إلى الأغنياء يحتقر نعمة الله التي أنعمها الله عليه، ويصير عنده جشع فلا يشكر الله تعالى، لأن تفكيره يتشتت في أموال الأغنياء، يعني يفكر كيف يصير مثلهم، فينهمك في أمور الدنيا حتى يصير يجمع المال بالحرام، لا يبالي، همه أن يجمع المال. أما إذا نظر إلى من هو دونه يزداد شكرا لله تعالى، ويكون ذلك أعون له على الإحسان بما يستطيع لمن هو أحوج منه. هكذا علمنا رسول الله، هكذا علمنا حبيب الله. شكرا لك يا رسول الله.